32 عام اللي عشته قبل 32 عام كان مؤثر، كان صادم، ولكن حتى اللي عايشه دابا في 32 عام كتأمل بصدق أننا نكون إحنا دوك الرفقاء ديالها اللي يمكن من نساعدوها نجلبوا لها واحد نقدر نقولوا واحد المنفعة في الحياة ديالها اللي تخليها تستمر في 32 عام ما بعد 32 عام وهي متعايشة مع اللي شفت. خاوة اللي شفت ما كانش سهل، وكانوا في حوايج اللي كما كنقولوا فيهم أفراح لكن كانت فيهم أقراح أيضا. هاد الأخت هذه سميتها زهيرة. زهيرة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بك جنة. الله يبارك فيك زهيرة. وأنا فخورة لأني جيت عندكم وتفتح لي هذا الباب. مرحبا بك زهيرة. شكرا كثير. زهيرة السن ديالك 32 عام، بغينا نبداو معاك من حياتك، من خلقيتي، من حليتي عينك، فمن حليتيها وكيفاش عشتي الظروف ديالك في الأول؟ معكم زهرة طاهري، سن 32 سنة، ظروف قاسية قاسية لواحد الدرجة اللي ما نقدرش نوصفها. الوليدة ديالتي ولدتني ولحتني في الدار. ولدتك وراحتك في الدار الزبل. ولقوني واحد الناس وسمعوا الزقة ديالي وجاو وعيطوا البوليس وجاو وصوروا الحدث وداوني الخيرية ديال لالة حسنة. هنا كاينه في الوازيز دار بيضاء. مني صافي كبرت فيها جات واحد السيده تبناتني، كانت مات لها رجلها. ومني مات شحال د المده قالوا لك عشتي في الخيريه؟ الخيريه جابتني وانا عندي عامين. مات لها رجلها وبقات عايشه بوحدها. وهي ما قدرتش تبقى عايشه بوحدها لان ولادها تزوجوا كلهم. وفكرش بانها تبنى بنت. الوقت اللي هي تكفلت بيا ما في الخيريه لاله حسنه ما كانوش ما كيضمنوش. كيفاش ما كيضمنوش؟ يعني كيعطيو للبيبي ماشي بحال دابا. دابا نقدر نقولوا ما درتش هذاك التكفل القانوني اللي فلانه الفلانيه عندها تكفل قانوني عندها التبعات، يعني ما ضمناتش لك حياتك بهذا اللونغاج، يعني ما درتش لك شي مستقبل. يعني دابا لا، دابا لا جيتي بغيتي تكفل باي واحد ضروري خص يكون عندك يعني يكون عندك تكون عندك المستوى ديالك يكون مزيان باش تعيش هذاك الدري. حاليا الا بغيتي تكفل شي دري كاين شروط الحمايه القانونيه ديال التكفل. دابا حاليا كاين قانون وكيخرج سلطات كتخرج وكتشوف فين غادي تعيش وشنو البيت ديالك وكيفاش. وهادي حيت بكري ومازال باقي هذه القضيه. بعض المرات كاين بعض الناس اللي كيديو اطفال على اساس انه يربيهم، ولكن داكشي اللي كيصطدموا بهم دوك الاولاد يعني صعيب. ولذلك يعني التكفل تيخصو هاد الحمايه القانونيه وخصو ديك المتابعه للاسر اللي كتكون كتعيش. حاليا هادشي اللي ولا كاين ولات متابعه، كل مره كيجيو كيشوفوا داكشي اللي تقال واش هو هذاك ماشي بحال شحال هادي. المهم انا السيده تكفلت بيا، تعيشت معاها، كانت صراحة الله يعمر لها الدار. يعني الله يرحمها فهاد النهار وكنذكرها بالخير. كون بقات هذيك السيده ما كنتش انا غنوصل لهذا الشيء كامل. مي الحمد لله السيده تربيت معاها الحمد لله. نهار اللي ماتت خلات عندي 11 عام. كيفاش حليتي في عينك انت ومولات 11 عام؟ حليت عينيا، كانوا كيديوني عند طبيب نفساني. هما الناس يعني واعيين وقارين. في الصغر كانوا كيديوني في الصغر كانوا كيديوني عند طبيب نفساني باش كيقول لي هذاك الطبيب بان هاد السيده راه غير مربيك ماشي الوليده ديالتك. كنتي كتمشي عند بيدوبسيكياتر. كنت صغيره كانوا كيديوني عند طبيب نفساني، وبشويه بشويه بديت كنتكبر بديت كنفهم بان راه هاد السيده هي مربياني وهذه بنتها وهادو ولادها. يعني كنت صراحة الحياة معها زعما يعني باش ماشي غدا ولا بعد غدا ملي تخبري ولا تجي تبغي تقولها ليك هي تمي ولا شي حاجة. يعني من هاد الناحية كانت الحمد لله كانت مشيت عليها مزيانة. ماشي انتاش غتبدا المعاناة القاسية وغنتولي ويعيروني ويعيروني ملقطة بالزنقة. ماشي من توفات السيدة. السيدة توفات وخلات عندي 11 عام. مسكينه هي كتموت كتشهد وكتقول لهم خليت لك ظاهره امانه في رقبتك.
كتقول لبنتها بحالك انا خليت لك امانه في رقبتك. المهم ديك السيده مسكينه مني هي غادين بها وانا كنغوت وبغيت نمشي معاها كنقول له ما يمكن ليش خصني نبقى مع هاد السيده هادي. صافي مشاو الناس قبل بعدا كانوا العزاي كانوا كيقولوا لبنتها هاد السيده هاد البنت الا ما بغيتيهاش خليها لينا. قلت لهم هي لا انا قاده بها وانا نتكفل بها وانا هادي ورا اختي هادي. صافي مني السيده مشات بقيت معاهم بقيت عانيت معاهم واحد المعاناه اللي صعيبه. كما قلت لك عيروني بنت الملقطه كندير شي حاجه كندخل من المدرسه كنمشي للشقه المعان مهمل. ولكن هي كنت عايشه معها بوحدها السيده اللي ماتت. الله يرحمها. الله يرحمها كانت عايشه بوحدها. ولكن مني ماتت مشيت عشت مع بنتها هذيك. الدار اللي كانت هي كاري زعما الدار اللي كانت فيها السيده الكبيره كراتها بنتها كراتها وانا مشيت كريت مع مشيت سكنت مع بنتها بنتها ورجلها ووليداتها. صافي مني بقيت معيشه مع السيده يعني صافي المعاناه القاسيه يعني كندخل من القرايه كنحط شكارتي كنغسل المواعن بقى صغيره وكانوا كيديروا لي كرسي باش نغسل المواعن. صافي المعاناه يعني الحرام القطه هادي بقيت صابره حيت كنقول ما عنديش فين نمشي بقيت كنقاسي وكنقول ما عنديش فين نمشي وكنسمع الهضره وكنحني الراس وكنقول ما عنديش نمشي. مني درت 16 عام ما جاتنيش المراهقة على شي حاجة كما البنات ولا هادي جاتني المراهقة على والديا كنغوت وكنبكي وكنقول لهم بغيت نعرف والديا. في 16 عام في 16 عام جاتني المراهقة على والديا كنقول كنت ما كتسمعي ديك كترس ما كنسمع هذيك الملقطة بنت الحرام هاجي لهنا هادي ربينا كندمنا هادي صافي. ملي درت 16 عام جاتني واحد حالة صعيبة لدرجة كنت كنديوني عند طبيب نفساني وكنت كناكل نشرب الدواء. عانيت فيها عام وانا كنعاني فيها. وهذا الشيء كنت كتلاقيها حتى من الرفاق ديالك في المدرسة كانت يعرفها الرفاق ديالي ما كانوش كيعرفوا لا كنت عارفه شي واحد لا ما كيعرفوش ما عارفينش هذه القضية نهائيا. لأنهم كانوا كيجيو من دراسة عادي ولكن في الإدارة عارفين إدارة عارفة لحقاش كانت كتجي كتسول شنو كدير شنو كتقرا واش هادي وكتشوف الأساسيدة وداكشي يعني الأساسيدة عارفين والإدارة عارفة مي الدراري ما كانش عندي مشكل الحمد لله. صافي تغيجي النهار اللي غادي نتفاجئ فيه ديال بصح هو النهار اللي درت فيه 20 عام 20 عام هادي غادي تبدا المسيره القاسيه. ودرتي شي مجهود قبل 16 عام مثلا تلقاي والديك مثلا ولا تعرفي عليه؟ ما كانش كيخلوني نخرج نهائيا كنت من المدرسه للدار ودرجات كانت الا تعطلت بدقيقه كتحسب عليا وكيبقاو يغوتوا عليا ويضربوني. شكون اللي كان كيعيش لبنته؟ بنتها لدرجه ما كنتش كنعرف شنو هي الزنقه من هذا من المدرسه للدار ما كيعرفوش ها ولا تمن تجي عندك زعما شي بنت تقول لك الكتاب لا ما عندهاش هاد القضيه تدق عليك شي وحده وتقول لك بغيت الكتاب ولا ما كانش نهائيا. هي كانت كتعيش غير هي بوحديتها وهي هي وولادها عندها ولادها ولكن الصراحه ماشي زعما نفس السيستم اللي كنت فيه انا كانوا معيشين فيه حتى ولادها يعني حتى ولادها ما عندهمش الحق شي واحد يجي ما كاينش الزنقه حتى هي كانت يعني ماشي شي حاجه غريبه عليك ولا مزعجه شي حاجه كتميز داكشي اللي كاين؟ لا لا واخ لا واخ. صافي النهار اللي غنتفاجئ فيه هو نهار غندير 20 عام غتجي عندي في الصباح تقول لي زهيره قلت لها نعم قلت لي هذا له قلت لي ساليت معك قلت لها كيفاش قلت لي كبرتي رجلي ولا قلت لي رجلي ما بقاش باغيك درتي 20 عام صافي راه خرجي. قلت لها فين نمشي قلت لي راكي درتي 20 عام سيري كري بحال لياتك وسيري عري على كتافك. قلت لها ما يمكنش ما يمكنش واش يعني كتقولي قالت لي انا كنهضر معك انا 18 عام وانا في عمري وانا نهار عيد ميلادي انا كنت كنتسناها انا صحاب لي غتفاجئني دير لي شي كادو ولا دير لي شي انيفيرسير ولا شي حاجه ساعه كنتصدم بان لحد الان ما كيجي نهار عيد ميلادي كنتفكر هذاك النهار يعني عندك جوج صدمات
ديجا كتفكر لي ولداتك وديجا كتفكر هاد السيده اللي عاوتاني جرات عليك. يعني الا جيت نقول لك صعيب بزاف، لانك كتفكر وحده ولداتك ولا حتك في الطارو، كتزيد عاوتاني تفكر بان وحده درتي 20 او درتي عاوتاني السيده اللي رباتك ماتت وخلات عندك 11 عام، عاوتاني نهار اللي درتي 20 عام وحده خرجاتك. يعني ما نكذبش عليك، عاتي القلب ديالي ما هادو كلهم مراحل كاش عندي فين نزيد نتقاس ولا نزيد نتصدم ولا نزيد نجرح. صافي هذا لا هذا لا ما نكذبش عليك. خرجت قلت لها، بديت كنحل البلاكار ديالي، يعني صافي لقيت سيده بصح كتهضر من قلبها. يعني صافي كتهضر بصح، انا كنسحب لي واش كتفلا ولا بغا دير لي زعما شي حاجه جربني، والساعه لقيتها كتهضر بصح. ملي جيت نحل البلاكار باش ناخذ حوايجي قالت لي ما عندكش الحق تهزي حوايج. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ما عندكش الحق هذوك حوايجنا، ما عندك الحق تاخذي حتى شي حاجه. وين كنت سيدي هذوك المشترين اللي يعني حوايجي هما شارينهم، هي بالنسبه لها هي اللي شاريهم، يعني ما تهزيش حوايجك. صافي اضطريت هزيت شكارتي مشيت للمدرسه بهذه القسوه. زعما بهذه القسوه هذه كما كنعاودها لك. وفي 2009 هذا الشيء اللي كنقول لك، كان واحد البرد واحد الشتاء في شهر واحد قاسي لواحد الدرجه اللي حد الان مازال ما شفتش هذاك البرد وداك اللي كان فيه هذاك العام. صافي وشنو المبرر؟ يعني قالت لك زعما بلغتي سينوش شوفي كيفاش دبري على حياتك، ولا قالت لك ودينا حتى الراجل كيضايقني؟ شنو وصلت لك؟ قالت لي هي كدير السبب براجلها، راجلها ظريف صراحه الله، يعني راجلها كان ظريف ما شفت منه هي الخير، شلح داخل في سوق راسه، ولكن هي اللي كانت مسيطره على كل شيء، هي السيطره، هي كلمتها ما كطيحش. يعني هي راجلها غير دارت به السبه وقالت بأنا راجلي، ما هي اللي كتقرر هو اللي كتقول. علاش ما كانتش كتعاملك مزيان في الصغر؟ هي انا ما عشت معاها في الصغر، انا ما كنتش عايشه معاها نفس الدار، يعني كانت كتجي عندنا عند اللي كانت مربياني، كتجي مره خطره في السيمانه ولا شي خطره في السيمانه، يعني ما كانش عندي بها واحد التواصل بزاف. حيت انا كبرت مع السيده اللي ماماها، ولكن نهار اللي عشت معاها في الدار عاد عرفت هي شكون هي، وعاد عرفت حقيقتها وعرفت قساوه ديالتها. هي قاصحه، هي قاصحه ديال بصح، يعني ماشي هي قاصحه ماشي معايا انا، حتى مع ولادها، حتى مع ولادها. واخا دابا واقعيا قبل هاد العشرين عام، ملي كنتي طرا لك هاد القضيه ديال التعصبي وتقلقي وكل مره تسمعي حاجه تنعصرك والدين كذا؟ كان واحد الان كنعاني منه، كنت حاشا كندخل التواليت وكنجلس نطفي الضو وكنبقى نبكي. عادي ولا كندخل الكوزينه وكنطفي الضو وكنبقى نبكي، بقات في هذه القضيه هذه لحد الان كنبغي نجلس بوحدي في الضو. فاش كنتفكر صراحه معاناة صعيبه بزاف. وبالنسبه لك شكون اللي كان قريب مثلا منك تقدر تحطي على الراس كتواسي؟ كان واحد خويا مربي زعما خويا في ولدها. كان هو اللي مسميني صغيره، ما عمري ما ننساه صراحه الله، كان هو نعم الاخ، كان كبير عليك بزاف. يعني من خلقتي انت اولا من جيتي عندهم وانت صغيره في عامين من عمرك كان هو كبر منك؟ كان كبر مني. دابا حاليا نقدر نقول لك وقيلا عنده شي 57 لا 47 ولا 48. كان ونعم الاخ فعلا، كان لدرجه ما كيضربنيش، ما كي كانت هي اصلا كانت معقداني من واحد الحوايج، هو كيقول لها هذيك راه اختي، هذيك راه اختي، ولكن انت كتبقاي تحطي شي حوايج، هاد البنت راه غديروا لها شي حاجه اللي غادي تمرضوها. درجت ملي كنت كندخل عنده للبيت كتقول لي ما تخرجيش عنده، الا بغيتي تدخلي عنده وانا باقا صغيره ما على حتى شي حاجه، كتقول لي الا بغيتي تدخلي عنده خصك تكون معاك اختك ولا ما تدخليش عنده، بعدي من المهدي بعدي من المهدي. ولكن راه مهدي راه خويا، هو كيقولها لك يقول لها راه اختي هذيك، راه انا اللي مسميها راه اختي، راه ما عمرني ما نشوف فيها شي شوف، راه اختي هذيك. كان ونعم الاخ صراحه الله. وحتى مني خرجت كنت عيطت ليه، كان في الانجليز عيطت ليه ودويت معاه، ويقول لي اختي زايره انا ما حضرش ليكم، وما زعما ما شفتش شنو كاين، وماما هي اللي كتقرر وماما اللي كتقول. مني عرفتني راني هضرت معاه مشات عنده زعما هضرت معاه وقالت لي ها السخط وهرضه الا بقيتي كدوي معاه. صافي من تما تقطعت العلاقه. من تما تعقد، يعني انا كنت واخا مني خرجت قلت زعما على الاقل خويا
وانا عارفه مني كنت صغيره وكيدافع عليا وكان درجه كيضرب اختو وانا ما يضربنيش وكان كيجلس في الطبله مع عمري ما ننسى كان كيجلس في الطبله وكيقول لهم ما ناكلش حتى تجي اختي صغيره ولكن حرمتني منه حتى هو يعني كان على الاقل كان يقدر ينقذني حيت كان عايش في الانجليز وكان مستواه الحمد لله مزيان يعني كان على الاقل كون خلى سير هذاك الباب ديال خويا علاش ولكن علاه هو مالو قاصر هو راه راجل بعقلو زعما لو كان انه بغى يتقرب منك ويعرف هذا ويبقى معاك وشنو وقع انا قلت لك شنو اللي وقع اللي انا وصلني بانه قالت لي ها السخط هرضى اللي بقيتي كدوي مع صايره ولحد الان ما بقيتش تو سبحان الله العظيم عمر ما جات عيني في عينه من تما صافي بدات المسيره ديالي كيفاش وصلك ما قدرتش نستوعبها صاهره كيفاش شكون اللي قال لك بهذا الشيء باللي فعلا هو كاين ديال ان اخوك هذا اللي كان كيواسي الكرسي اللي عنده في الدار هو اللي قال لي الهضره قال لي الهضره دازت قدامي وما غاديش يكذب عليا سيد شي حاجه المهم خلاته انه هو ما بقاش يسول ولا يسقسي شوف شنو قالت لي شنو ترى بيناتهم خليوها داك الشيء كيبقى غامض الله اللي كيعلم هذا هو صافي خرجت جيت للمدرسة خرجتني في صباح مشيت قريت ملي مشيت للمدرسة دق الجرس شنو كان مستواك الدراسي ديك الساعة كانت عندي سيزيام في 20 عام كان عندي سيزيام علاش كان عندك شوية ديال التأخر في الدراسة ديك ما دخلونيش بكري مدرسة وما كانوش غيدخلوني مدرسة حتى مشاو للحج مشاو للحج وعرفوا بحق اليتيم وعاد دخلوني مدرسة من هما ما كانوش غيدخلوني مدرسة مني جاو من الحج وسمعوا الحديث وسمعوا بلنا كافي اليتيم وداك الشيء ومني جا قال لي عاد دخل على المدرسة علاش دخلتي المدرسة وانا عندي سبع سنين بقي لي سبع سنين ومعت ثمان سنين شي حاجة بحالك المهم مشيت للمدرسة جلست بقيت كنقرا دقت الجرس عرفت راسي راه ما عنديش فين نمشي قالت لي واحد الدريه ما كتبكي قلت لها راه شنو وقع قلت لي ما يمكنش قلت لها شنو قلت لي راه معايا الدار يعني بنت دربنا عارفاني عارفه دارنا عارفه كل شيء مشيت جلست قلت لي ماما شنو قلت لها شنو قلت لي ما يمكنش نخليوك انت منا ودرويشه وما يمكنناش جلسي شكون هادي هادي ماما صاحبتي حدانا ساكنه حدانا في كاختي كوتي قالت لي جلسي وراكي منا وانا غنحاول نمشي عندها وغنشوف الدنيا كيفاش دايره جلس شوفي لك انا غير شي حاجه شي خصام شي حاجه قالت لي ندخلو حتى قالت لي حنا سمعنا الاقوال ديالك وضروري انا خصني نسمع وحتى نسمع منها حتى هي باش نعرف قلتي لهم انت شنو فصلتي لهم انا ما قلت لهم صراحه قلت لهم انا راه اليوم فقت صباح قالت لي ما تعاوديش ترجعي صافي هادشي اللي كاين قلت لها شنو قالت لي وشنو قالت لي بالحرف المهم مشات عندها دوات معاها قالت لها صافي الله يجعل البركه ماشي انا اللي متكلفه بها وماشي انا اللي ربيتها وماشي انا اللي خديتها من الخيريه السيده اللي خداتها راه ماتت وانا راه درت المجهود ديالي وبقيت صابره عليها حتى درت 20 عام قالت لها السيده زعما ما بقى ليها والو على الاقل هي دابا مازال كتقرا خليها وهي تكمل قرايتها وان شاء الله يجيب لها نصيبها وتخرج من عندك هنايا وديك الساعه راه بنتك قلت لهم صافي ساقوا الناس العائلة الخبار جاو دخلوا يعني ولد عمها كاع اللي قريب ليها قريب ليها شنو هو المبرر اللي كانت كتعطيهم هاد الناس اللي مثلا كتقول لهم ديما السبب راجلي انا راجلي ما بقاش بغاها في الدار صافي انا كتقول لك كتقولها هي بحالك وباقي لحد الان كتقولها وهذا الراجل هذا ما قدرش يبرر داك الشيء مثلا حيت مثلا الا افترضنا هاد الشيء دابا اللي قلتي راجلها ما كيخرجش وما كيدويش وما كيشوفش الناس ما يمكنش يكون لهالدرجه زعما كاع ما كيشوف وانا اللي عايشه معاه وانا اللي نقول لك هاد السيد ما تيدويش كحله كتقول كحله الا قالت بيضه ايه ولكن دابا فرضا هاد الناس جاو يكونوا وسطاء في الخير على الاقل غادي يسمعوا هذا ما كتخليهمش يدخلوا في الباب وفاش عيطوا لها كترمي اللوم عليه كترهم العلوم عليه والعائله فاش دووا معاه في التليفون ما مشاوش عندها كتقول لهم راجلي والسيده نفس الهضره كتقول لها وحتى انا داكشي اللي قالت لي ولكن انا عارفها بانها هي حيت ما قدرت شي واحد يقول لي فيها يقول لي بلي نقدروا نتكلموا مع راجلك نقنعوه مثلا ولا غادي تدوز انا نحكي نكمل لك صافي فاش صافي جلست مع الناس لشهر
صافي من بعد شفت راسي في المرايا وقلت صافي وبقيت عاتي كنت غادي نتسطى فيها اصلا. كنت كنجلس في القسم ما مركزاش في القسم وكل مره كنمشي للاداره ما جاوش يسولوا فيا. كنقول راه ممكن ربما غادي يجي واحد يحنوا غيحنوا كنقول ربما والو. دازت عليها 3 شهور خاصة في 20 عام يلا سيزيام يلا الانسان ما يحضرش حبست القرايه ما نكذبش عليك صافي حبست القرايه ما بقيتش. وكانوا كيعرفوا هادشي الاساتذه ديالك مثلا كيقولوا كانوا كيعرفوا عرفوا ليستواغ ديالي كامله وانا نجيك الهضره واخا. المهم كملت سيزيام ديالي الحمد لله. صافي خرجت من عند الناس اللي جلست معاهم جيت كريت في المدينه القديمه قلت صافي ضروري خصني نهز راسي. قال لي واحد الاستاذ سيري كري وانا معك الله يجزيه بخير. كنقدم ليه الشكر اليوم راه اللي كان كيسمعني ما عمري ما نسى خيرو. عام وكيخلص لي الكرم الوقت اللي كنقرا فيه وكيخلص ديالي بوليكوب وكل شيء كاع الفوتوكوبي كتوبه اي حاجه كانت خاصاني. الله يجزيه بخير. دخلت البيت اللي انا كريته ودخلته بحصيره حصيره ومخده وكنعس وكنقول الحمد لله. بقيت بشويه كنكمل قرايتي كملت سيزيام ما نكذبش عليك ما قدرتش نكمل الباك لان السيد داير معايا عام تيعطف عليك تيحاول يتعامل معاك حتى هو كان كيعطف عليا كيقول لي شوف الا خاصك شي حاجه ولا هادي انا حيت راه كيتسمى خويا حتى هو خلقيتو تقريبا كانوا ولا حتى هو كيما عاودت لك خوه هو كان هو الوالده ديالو وبابا حين ولكن كان خدام معاهم وكان كيمشي العين سبع الوقت اللي كان كيدوزو معاهم هو تيقضي لهم جميع المصالح والاغراض انت كنتي عشتي حليتي في عينك وكيجلس معنا في الدار هذا السيد حيت كبر ودار وليداتو معاه من خير من هذيك العائله ومن بعد تزوجت هو ولد وليداته ورجع لدارهم الوالدين ديالو ماتوا بقى يعيش هو في هذيك الدار. المهم بقى عندي تواصل معاه يعني الحمد لله حيت ما عندي معاه حتى شي حاجه عندي معاه حتى شي حاجه. المهم هو بقى هو اللي كان مشى جاب لي الورق من عنده هو اللي كان جاب الورق من عندها وصافي. هي دازت 4 شهور ويتقول ليه قول ليها ترجع ولكن تقول ليها بشروط ترجع قال ليها شنو قولي لي الميساج انا نوصلو ليها. قالت ليه قول ليها ترجع بشروطي ما تطلش من شرجم ما تشوفش الزنقه ندير لها سيرتيفيكا وغتجلس خدامه في الدار دور 4 كاع ما تطلش يعني من شرجم ما تخرجش عمرها ما تحلم بشي حاجه وخدامه في الدار وما كاينش قرايه عاد سيرتيفيكات. انا جلست مع راسي وفكرت قبل اصلا من زعما في هذيك الساعه اللحظه فاش قالها لي وانا فكرتها غترجع للجحيم غترجع للجحيم جاي لواحد الوضع اللي هو أسوأ من داك اللي كنتي عايشه حتى من بعد ما مات السيده اللي ربات غترجع الأسوأ ما يكون. قلت ليه قول لا شكرا من هذاك الوقت صافي لحد الان ما كنعرفها ما كتعرفني اي سهل عليها ويسهل على جميع المسلمين. مهم قاسيت كريس دخلت بحصيره بقيت درت الميناج كنغسل الماعن كنغسل الماعن كنخلص المدرسه شنو في قهاوي كتمشي لا خدمت فريستو اول باب تفتح ليا فريستو وريستو مستوى ومولاه طالياني ماشي مغربي. مازال ما درتي ما عندك حتى شي علاقه بالطبخ ديك الساعه حتى شي علاقه هذيك الساعه كنغسلها الماعن كنغسل الماعن كنمشي والطالياني شنو مشيتي عنده وقلتي لي حكيتي ليه شنو كيفاش هو معروف ما عرفش نقدر نذكر سميتو معروف وصافي خليه معروف الدراري اللي كاينين تما كاين دبوا معاه وتواصلوا معاه وقالوا ليها شنو كاين عندنا واحد البنت راه واحد الحاله وهادي شنو شنو بغات تخدم قال لهم دخل دخلت لغسل الماعن ومن بعد بدا كيشوفني بانني نقيه مزيانه محترمه درويشه مشى قال لهم الدراري اقترح عليهم قال لهم واش هاد البنت دايره شي حاجه قال لي لا راه الله خرجت من القرايه وجات الماعن قال لهم لا ما يمكنش هاد البنت غادي تطيح قول ليها تقرا
وانا غنخلص لها التامين والكتوبه وكل شيء غنخلصوا ليها ومن بعد غتولي تخلص وتخلص من دراستها. فعلا خلص لي دراسة في أفاق هنايا في المدينة دراسة وصافي. مهم دراسة قريت بقيت كنقرا في لاكويزين درت إيطاليان وما هو كان فتح لك أفاق يعني هذه واحد دراسة خاصة مثلا كدير هادشي ديال الفندق ديال الفندق واخا صافي بقيت خدامة وميم طون كنخلص كرايا كنخلص كل شيء الواجبات ديالي تجدي الدبلوم ديالي درت عندهم هما ستاج تفتح لي المجال ديال ستاج عندهم صافي من تما بدات المسيره بديت المسيره ديالتي كنخدم مره كنجلس مره كنخدم مره كنجلس شنو كتخدم الكوزينه مع عمري ما صافي من تما داك الماء اللي كنت كنغسلو من ديك الفتره صافي ما عمري ما حطيت يدي فيهم صافي الحمد لله ما كاين غير الطبخ ولا كويزين وخدامه وكنخدم بعرق تافي كنقول لك كنخدم كنريح شويه كنعيا شويه هذا مني بديت لقيت راسي عندي ضيق التنفس وعندي واحد تقبة في القلب صغيرة وقال لي راه كانت شي مني كنتي صغيرة ما كنتيش عارفة هاد الشيء ما كنتش عارفة صافي بقيت كنمشي انت زعما تطور عندك هاد الامر شنو الاعراض اللي بداو تيبانوا عليك تمشيتي تشوفي الطبيب زعما كنطيح كنسخف في الكوزينه ما بقيتش كنقدر على الدخان كنحس براسي صافي غنتقج صافي كنحس بالقلب ديالي غيسكت الحمد لله اللي بعدا قال لي الحمد لله طبيب انك الحمد لله نقتي راسك ودابا الحمد لله راه بدات كتسد الحمد لله بفضل الله متبع الدواء والحمد لله. اش من مرحله في العمر ديالك فاش عرفتي بلي هذه المشكله عندك؟ في عندي 24 عام 24 عام 24 عام من غادية من السرا كت يلا يلا كنقول الدنيا بسم الله حتى علاش والحمد لله ماشي أيوة. مشكل مني الحمد لله بدات كتسد وبدات الهدار الحمد لله ولكن باقي في ضيق التنفس بديت باقي ضيق التنفس كان ما خصنيش ندوش ويتكب عليا الماء ما خصنيش نغطي بليزار وجهي ولا هذا كنتخنق يعني باقي عندي والدروج ما كنقدش عليهم واخا كراني ساكنه في السطح عندي بيت في السطح هاد البيت اللي انا كريت مني خرجت فيه جوج متر على جوج متر مترو. هو اللي بقيتي فيه من 2009 هو اللي الحمد لله لحد الان ساترني على البرد والشتاء مني صافي الحمد لله تعايشت مع الدنيا وفيها الدياب منقولش لك الدنيا انا احكي لي عافاك من قلبك شنو صادفتي شنو من الناس اللي صادفتيهم وكانوا ربما لولا الطف الله كنت غادي تأدي انا الحمد لله ما عمري ما فتحت مجال لشي حد باش نخليه يستغلني ولا شي حاجه هذه زعما الحمد لله عطاني الله الذكاء لانني الحمد لله مني خرجت وعرفت راسي صافي راني خارجه للزنقه وعدت راسي بانني ما عمرني الحمد لله نضيع راسي ولا نضيع شرفي ونمشي في طريق الخير ونمشي في الطريق الصحيحه درجه ما كنلقى حتى من ناكل ولحد الان وكننعس وكنقول الحمد لله وما عمرني كنفكر بحاجة الحرام وكننصح اي وحده ولا اي واحد يمشي في طريق الله راه ربي ما غاديش يخيبه لا اله لدرجه ما كنلقى حتى من ناكل وبعد مرات كنلقى 20 درهم 50 درهم في الزنقه وكناكل وكنقول الحمد لله ان ربي سخر ليا ديك الامانه الناس صعيبه الناس ملي كتعرف الظروف ديالك كاين اللي كيبغي يستغل لك كاين اللي كيبغي كنت كتشوفي هاد الشيء مثلا كنت كتشوفي تآمر عليك كنشوف في عيني الناس يعني انا حاليا يعني نقدر نعاود لشي حد ونعرف بنادم اللي بصح بقيت فيه او كيتعاطف معايا ولا قلبه مزيان وكنعرف بنادم اللي خائن واللي ناوي لك على الغدر في راسه ما ديش نقول لك الدنيا خايبه وما نقولش لك زوينه فيها وفيها وانت وزهرك وانت اللي باش لاقاك سيدي ربي وهاد الايحاءات وهاد المشاكل يكون عنده العقل وصافي اي هاد المشاكل اللي كنتي لولا الطف الله زعما هذا بك كنتي كتعرضي لك كنت كتجي من ناس كبار صغار تحسي في عينيهم باللي باغيين مثلا من جميع الفئات جميع الفئات الحمد لله بالفعل الحمد لله غير ما تعطيش الفرصه شي ما تعطيش الفرصه ما كاينش اللي غيأديك حيت شوف اللي بغيتي واحد الحاجه ما توصلش لها راه ساهله كاين جوج طرقان كاين العافيه وكاين الطريق العاديه
انت كتختار الا بغيتي هذا راه سهله، الا بغيتي تخرج لا ابسط حاجه راه سهله سهله بزاف. دابا نيت دابا نيت دابا ولكن هذاك اختيارك يعني هذاك فوالا كيبقى اختيارك وضميرك وانا ما نكذبش عليك يعني انا واخا هاد الناس رباوني تربيت قاصه يعني قاسيت معاهم وكانوا قاصحين. فاش كانت قسوحيتهم قاصحه؟ في الافعال ديالهم يعني انا نقول لك درجه كنكون دايزه بحال هكا في الكلوه كنلقاه معنق ولادو ولا هي معنقة ولادها وانا ما خديتش هاد الحنان ما خديتوش نهائيا. بنت السيده اللي رباتك ما خديتش الحنان نهائيا نهائيا يعني كنت كنجلس وكنلقى الفرق ما بيني وبينهم هذا ودرجة وزايدين عليها بانك سيريا بنت الملك سيريا. هادشي طبعا ما يمكن يجي الا لانك عرفتي انت صدمت انك ديك السيده اللي كنت كتحسيها قريبه منك وكتحلم فيك وتترفق بك في 11 عام راه خلاتك في 16 عام انت كتحاولي تقلبي على والديك اللي ما لقيتيهمش اللي بالنسبه لك كتحاولي توضعي لهم شي صوره في خيالك اللي كتحاولي كما كنقولوا ترحمي راسك بهم ملي كتلقاي راسك معزوله بوحدك. شيء طبيعي يمكن يكون عندك الاحساس هذا يعني ما اشوف ما قدموش لي الحنان ما عطاوهش لي نهائيا ما عطاوش لي نهائيا ما شفتوش من عندهم شفت من عندهم هي العنف والهضره والهضره القاصحه الحمد لله نقول لك فز من هاد الناس جوج حوايج اخلاق تربيت احسن تربيه هذه الحمد لله كنفتخر براسي وكنقولها وكنرفع راسي وكنقولها بانني الحمد لله احسن تربيه ومربيه الحمد لله لحد الان اللي كيجلس معايا ولا في العمل ولا اي حاجه كيقول لي ونعم التربيه الحمد لله دي اللي كسيده اللي رباتك الحمد لله الحمد لله خديت من عند الناس تربيه وقرايه هاد جوج حوايج يعني على الاقل دابا ملي خرجت سلاح بعدا مزيان على الاقل دابا ملي خرجت الزنقه على الاقل بعدا مسلحه كتعرف كتقرا ما يمكنش شي واحد يديرها بك ما يمكنش شي حد يعطيك شي حاجه حتى كتقرا انا يعني كنتي قلتي لي باللي اللي كان محفزك انك زعما تزيدي تمسكي مزيان براسك وتشدي فيه هو شحال الناس كانوا كيقولوا باللي من ورا فاش غتخرجي من باب الدار في 20 عام كنتي غادي تلقاي راسك كما كنقولوا في واحد الوضع اللي هو خايب فعلا. انا ملي خرجت داس على وقيله شي عامين بحال هكاك عام كنسمع عامين عام وعام عام في عامين وانا كنسمع هاد الهضره كنتلقى بالناس كيقولوا لي زعما ما شاء الله عليك كنشوفوك نقيه مقاده احنا راه ما كنسمعوش عليك هذا الشيء كنقول لهم شنو كتسمعوا كيقول لي راه كتقول لينا بانك راك خرجتي الزنقه وحيتي الزفوله وانا الزيف درتو راسي درتو وانا عندي 11 عام حتى لدرجه هما ما كانوش باغيني ندير الزيف ولكن انا بقيت حتى درت الزيف راسي قلت لي قولي زعما راه كتقول لينا راه حيتي الزيف وراك مسطيه وراك كتنعسي في الشارع وكتقول لهم راه تلاقيت بها ولابسه واحد الجلابيه مبهدله وراه موسخه وكنقول لهم دابا شنو شفتوا عليا شوف ليا ما شاء الله عليك زعما ما ناقصك والو كنقول لهم راه هذا هو راه ما ناقصني والو درجه ملي بقيت كنسمع يعني عامين في هذيك الهضره شجعتني وزدت القدام وفيما ما كنبغي نخرج من الدار كنقول لا خصني نلبس حيت ممكن نتلاقى بهم وما عمرهم ما شافوني مع شي حد الحمد لله شافوني هي مع الناس النقيين العائله ديالهم وملي كيشوفوك مثلا تشوف هذيك البنت مثلا اللي هي واخا ما تربيتيش معاها كتبقى اختك الكبيره كما كنقولوا لنا بنت السيده اللي رباتك كتجي كتسلم عليك تتقرب منك تلاقيت بها مره واحده فاش خرجت من عندهم كانت مع العائله ديالهم جيت نسلم عليها ويدفعني وانا جيت اكسبري بغيت نسلم عليها ومع العائله اللي كانوا معاها هي باش تشوفني انا لابسه ونقيه ومكاد باش نبين لها فوسط من هذوك الناس بعد انت ما تديك مثلا محنه والتربيه وداك الشيء بيناتكم ما عشتيهاش انت وياها لان ما ولكن هي ما كانتش عايشه معاهم لا ولكن راه واحد الحاجه سي مصطفى امانه السيده كتموت
كتموت انا بقى صغيره ومع السبعه الصباح السيده كتشهد كتقول لها خليت لك امانه في رقبتك صغيره امانه في رقبتك يعني انسان باش يخلي لك امانه راه والسيده ملي صافي بدات كتجيها الموت شي خمس ايام فيما كنبغي ندخل عندها البيت تقول لهم تدير لهم بيديها بحال هكا خرجوها ما بقاتش قاده تشوفني شحال من واحد كيقول لي دابا زهيره ربما حتى هذه المساله كتجيه في المنطق ديال هو كيسمع لنا دابا انا وياك يقول ودي على الاقل هاد الاخت زهيره خصها تعرف باللي هي راه عاشت في حضن هاد الناس 20 عام وخاصه هاد المراه اللي واحد الوقيته قالت لها انا راجلي وما يمكن لياش ولا حتى الا كاع ما كانش راجلها هو السبب راه وصلت 20 عام ولكن بزاف الناس خصهم يفهموا باللي 20 عام عشتي انت طبعا 10 سنين فيها مع الام اللي رباتك و10 سنين فيها الاخرى معها هي غير تيبقى 20 عام اللي كنتي فيها انت مازال ديك الساعه كما كنقولوا مكسورة الجناح مازال ما درتيش شي عرف ما درتيش شي قرايه اللي مازال يلاه باقي كما كنقولوا واحد المرحله بدايه ديال تاي كنتي كتحتاجي السند كنتي كتحتاجي الانفاق كنتي كتحتاجي اللي ازرك هذا الشيء ما لقيتيهش منه صح هاد المده كامله ما كنت كون غير صبرت غير شويه كون كملت على الخير ديالها ملي مات هي بقيتي عايشه معاها هي وشكون اللي كان كيروف عليك مثلا ينفقي هي اه لكن من ناحيه كل شيء كان موفر ما نكتبوش اكل احسن اكل حمام دوش يعني كل شيء كيتشرى لك داك الشيء كيتستوكا كيتشرى كتشري لولادها كتشري ليا صراحه ولكن اللي كان كيضر اكثر هو الكلام هاد المرات الجارح الكلام وشوف واخا تقدر توفر لك شحال من حاجه ما كاينش محسن من الحنان ومن كلمه طيبه وهي الكلمه الطيبه راه بحال الشجره الطيبه كلمة طيبة انا نشوف لحد الان المعاناه اللي انا عانيت وحافظت على راسي وحافظت على شرفي وهزيت رايه بلادي وشرفت بلادي رجعونا هذه القضيه مزيانه مني كيقول لي الانسان برافو عليك وكنشجعوك وكنفتخروا بك راك كتحلي واحد الباب في قلبي ما نعاودش لك هذاك الشيء اللي ان شاء الله احنا غادي نتابعوا معك كنقدر كاع ننسى كاع داك الشيء اللي عانيت بغيتهم ان يكونوا فخورين بك وفي نفس الوقت كما كنقولوا نحطوها محل ديال التآزر معاك ونتمنوا ان شاء الله هذا بوح ديالك نسلكوا به شي مسلك ان شاء الله نشوفوك فيه شي صوره احسن افياد ونشوفوا فعلا حياتك زهره ان شاء الله باذن الله زهره دابا بالنسبه ل 24 عام ملي اكتشفتي شويه المرض وبديتي كتعيشي معاه وكتعالجي من بعدها شنو اختاريتي شنو الطريق ديالك فين شديتيها فين اول مجال تفتح ليا هو انني صيف بعدا نجيك واحد الحاجه ما قلتهاش لك قبل وحلت في لاكارت ناسيونال بعد هاد السميه ديالك وهاد الكنيه اللي عندك واش خديتيها من الخيريه انت الدوله اللي كتعطيك اييه كنيه هذا هو الدوله اللي كيعطيوك لهاد السميه والكنيه درجه مني خرجت من عندها طحت ليا لاكارت ناسيونال وما لقيتش اللي يدير ليا لاكارت كانت ديك الساعه كان جا داك القانون ديال ضروري خاص لي يسني لك موافقه ولي يسني لك انت صغيره 16 عام لا شنو ملي خرجت من عندها طاحت لي لاكارت ملي طاحت لي لاكارت خصني نعاودها باش نعاودها على نفس لادغيس اللي كنت عندها ممكن خصهم يسنيو ليا ومن بعد ملي خرجت وكريت هاد مول الدار ما بغاش يدير لي هاد لاكارت يعني بقيت كنقلب على شكون اللي يرحمني ويدير لي لاكارت درجه قال شي 3 سنين ما لقيتش لي ديال لاكارت حتى جاب واحد السبب من واحد بعدا ملي كنبغي نخدم ما كنلقاش اللي يدخلني كيقول لك ضروري خاصك لاكارت حتى لدرجه واحد النهار واحد الدري لقاني كنبكي وقالت لي السيده اللي كنخدم عندها قالت لي ما يمكنش خاص لك ضروري لاكارت تكملي معايا هاد النهار وغتمشي جا الدري لقاني كنبكي قال لي مالك قلت لي خويا راني شنو ظروفي وما عنديش لاكارت وهذا هو يقول لي ها انت سيري وغيكون الخير وخلي لي مرتك يعني اول نهار غنخدم معاه وداكشي وفعلا كان نعمل يعني الاخ والام ديالو تاي ما عمري ما ننسى الخير ديالها
عيطت ليا ودوات معايا وقالت لي شوفي غنديرك بحال بنتي. وانا ديجا اصلا كنكري في الحي حساني كنكري البنات غندير راسي بانني كاريه لك ونطلع لك لاكارت. وفعلا طلعت لي لاكارت وصيبت لي باسبور. وكان اول مشيان غيمشي نمشي غادي نحج غادي نمشي مع البعثه غنطيب الفوج ديال الحجاج. كان اول باب غيتفتح ليا. كنت خديت ما بين لي برومي في المدرسه. كان شرف ليا كبير وكانت فرحه كبيره ما تتخيلهاش. كانوا اساتذه كيفتخروا بيا وكانت اول وحده هي انايا. كانت تجربه في الحياه زوينه وكانت واحد الاجواء مع ناس. كنت كندرج ماشي كنطيب درجة كنمشي نشوف الناس الكبار اشنو خصهم وكنقابلهم وكانوا ما كيخرجوش كيقولوا لي واش حنا جايبينك طيبي ولا جايبينك تقابلي الناس. كنقول لهم حيت بقاو فيا الناس كانوا ناس كبار ما معاهمش اللي ماشي معاهم. حجيتي وانت في 25 عام؟ حجيت الحمد لله. انت الحجة ظاهرة؟ حجة ظاهرة أيه. وموراها تعرضت عليا درت ثلاثة العمرات الحمد لله. الحمد لله نعم. كان باب تفتح لي صراحة ما عمره ما يتنسى. كان زوين. من موراها عاوتاني صافي دخلت في المرض ما بقيتش كنقدر نخدم عاوتاني كنخدم. علاش شنو اللي كان كيخليك؟ كنت كنطيح بزاف. المرض كان كنكون غادا في الزنقة وحتى كنطيح. بقيت كنعاني معاه كنخدم شهر ريح كان داكشي كنجمع يلا كنتكافى به يلا 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 يعني كنفيق الصباح بكري 6 صباح كتلقاني في خدمه نمشي نخدم المهم عمرني الحمد لله مديت يديا. عانيت قاسيت شفت قد لك الدياب. الحمد لله. مني دزت جاتني اول مسابقه جاتني في الجزائر. قالوا لي ضروري عارفينك بانك قاده وبغيناك تهزي لنا الرايد بلاد. وعدتهم وقلت لهم ان شاء الله غادي نهزها بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هزيتها وشرفت بلادي في الجزائر. فين مشيتي؟ في الجزائر. الجزائر كل بلاد فيها 10 الناس مغربيات ومغاربه. بكل بلاد فيها 10 الناس. كل بلاد فيها 10 الناس. شكون اللي كان؟ كانوا توانسه كانوا جزائر كانوا تواركا كانوا لبنان كانوا اماراتيين. وهذا كل واحد كما كنقولوا كيوصل الرساله ديال البلاد كيوصل الرساله ديال الفن ديالو اللي عنده الفن ديال كل واحد كيوصل. الحمد لله كنت دزت مغربي والحمد لله فزت بالجائزه الاولى وشرفت بلادي. الحمد لله. دزت هذه دزت ماستر شيف. شاركت ماستر شيف تقبلت دزت في برايم الاول. ملي غندوز في البرايم الثاني قالوا لي ما يمكنش الاسم ديالك مبرر مطابق زعما لدوك الناس شي حد تما واخا الطاهري واخا واخا واخا. دازت المرحله هذه الحمد لله. عاوتاني جاتني مسابقه اخرى تركيا. عاوتاني قالوا لي وهاد المسابقات شكون اللي كينظمهم؟ المدرسه ديالنا. الحمد لله شرفتها عاوتاني وهزيت والحمد لله. من بعد شاركت مع رحال. شاركت معها ثلاث المرات. وهزيت عاوتاني رايت بلادي الحمد لله. وهادشي كنتو كفريق تديروا الطبخ المغربي كما كنقولوا على حقه وطريقه. حقه وطريقه يعني مع بانني نكون فزت من هذوك الناس صراحه له. وكنفتخر براسي وراسي مرفوع. الحمد لله. اهم حاجه مني كنوصل لهاد المراحل وكنشرف بلادي وكنهز رايه بلادي اول حاجه مني كنهز الرايه وكنحطها فوق كتافي وكيعطوها ليا كنتفكر كل المعاناه اللي انا عانيتها وكنتفكر هذيك السيده اللي قالت لي غتخرجي الزنقه وغادي تنعسي في الزنقه وغادي تشردي في الزنقه وغتحملي من الزنقه. هذه اول حاجه كطيح لي في دماغي. وثاني حاجه كنقول يا ريت وكانت الوالده ديالتي يعني فرحانه ليا وشايفاني بانني شرفت بلادي. وكتحسي راسك بوحدك واخا؟ كنحس براسي بوحدي درجه كاع الناس والديهم كيعيطوا عليهم كيسولوا فيهم عائلاتهم كيسولوا فيهم الا انا حاليا مع
صحابها جيو خارجه كتشوف والديهم كيعيطوا عليهم فينك تعطلتي هادي كيجيني شويه صعيب بزاف كدب شارك فقدان الوالدين حن اخوه العائله مجمع الدفء ديال العائله ملي كتمرض كتحس بانك راك بصح وحيد ملي كدير شي اوبيراسيون كتحس براسك راك راه ما عندك حد كدوز العياد صعيب داك المجمع ديال العائله كاين شوفي كدب عليك كذاب ويقول لك كاين واحد النقص اللي بزاف كاين واحد الفراغ كيحس به اللي كيعاني هذا هو اللي نقدر نقول لك فعلا كاين داز هادشي كله قلت راني الحمد لله كنخدم كنجي نخلص كرايه هادي حتى دابا وقفت يعني من ايام كورونا وانا كاسه من الخدمه يعني الغالب الله ما لقيتش نهائيا حاليا اللي شاد شي بوست خدام فيه يعني درجة كنعيط لشيفات اللي كبار اللي كنت كنقول لهم هير الو كيقولك مرحبا زايره بوست ديالي دابا كيقولك اختي زايره راه والو راه الدنيا ناشفه ما كاينش حاليا ما كاين والو حتى لدرجه السكن اللي انا ساكنه فيه كيقولك بانك خاصك تخرجي افراغ حيت العمل ما بقاش حيت العمل ما بقاش جمعت عليك الكرا الدار ولات مدهيه السوق كلها كنتي كتدبري بها الامور ديالك وداكشي ولكن يعني كنت كان كافح وكنت كان قاسي ومهما المرض وكان قول ما عليش خاصني نشري دوايا خاصني نخلص كرايه لان هذا واجب واجب ديال الناس ضروري خصو يتأدي كتحيدها من راسك وكتأدي جوج حوايج واجبين عليك في الشهر كراك موتو ودواك والباقي راه كتسمح فيه تل دابا الدار مدهية للسقوط الدار اللي ساكنة فيها الله اللي كيعلم يعني انا مني كنفيق وكنشوف راسي راني باقا حية كنقول الحمد لله تبعت من جديد الدار كلها تشقات كلها ولات صافي انا ساكنة اللي انا مني كنهبط كيقوني الجيران اللي في الحومة كيقول لي اختي باز لك اللي باقا ساكنة في ديك الدار كيقول لي باز لك اختي كيفاش كتنعسي كنقول له ما انا كنحط راسي وكنجهد وعاد كنحط راسي كنقول نقدر نصبح نقدر ما نصبح قديمة انت ساكنه في المدينه القديمه ساكنه في الديور اللي فيهم الريبان الموبل كله السافد جاو حتى لعندي انا وما بغاوش يعطيوني وهذه كنتسمى انا حقره لانني الحمد لله ملي كطلع علاش دابا هما حيت تيقولوا الاستفاده اللي تيكون غير للعائلات مثلا الزواج وكذا كيقول لك كتشوفي راسك بنت مستقله براسك ولكن هذه سنوات ما معك حتى حد ما معك لا مؤازر وانت كما كنقولوا انت في الحزه كما دابا لانك تشوف ما عندك والدين ما عندك ورث ما عندك حتى شي حاجه عندك الله سبحانه وتعالى يعني ملي سكنت انا في المدينه وعرفت بان المدينه فيها استفاده على الاقل على الاقل يدروا معايا غير شي حل غير شي حل يعني كاع الناس الموبل كله استافد كل شي عطاوه دويرته جاو حتى لعندي انا وقال لك ما كاينش كنت مني زعما واحد المأوى اللي يقدر مثلا تستقري فيه يعني اللي انا بعد ملي كطلع عند قيد وما شاء الله عليه قاري وواعي كنجلس كنهضر معاه بالاداب بالاخلاق وانا مريضه ملي كنشوف راسي انا قدمت لبلادي غير الخير ما درت شي حاجه خايبه هو على كل حال الانسان يعني باش انا راسي ودرت كل شيء راسي يعني حتى الزنقه ما نقدرش هذا نقدر نقولوا من 200 شويه قاصحه بزاف ولكن الواقع خاصنا نقولوا ضروري يعني لانه هذا هو الواقع شبيه دابا 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 كما كنقولوا اختنا صونال تما كاينه الحمد لله دارت لي في 2000 الشريطه ديالي منين جاتني انا 5 مليون بقات 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 بقاو الناس كيدويو معاه بقاو هذا حشومه ما حشومه حتى لواحد النهار وهدا الله ودار لي راك اختنا صونا درتها في 2016 يعني حاليا بالوثائق ديالي عندي راك اختنا صونا ديالي عندي الرواسب ديالي قدام من دابا حاليا اللي كنخلص بهم جداد ما عندي هي ماشي غير مساله تزيد كل خرجنا انت دابا انت كما كنقولوا حتى الظروف ديالك معسره ما كتخدمش ما لا هو بيني تصاوكش انا محصيه انا محصيه مني من الناس مني الجيران محصيه المالك مخلص 15
و10 ما عندكش كدوزها للبنكه. يعني داك البنكه كتشوف لك الريسو ديال الكره ديالك شحال كتخلص، كنقول الحمد لله. وكان غير الاعمار بيد الله وما عرفناش ربي شنو مكتب غير هو انا ما ولا حيد ديالها. نعم الله يجازيهم بخير امين، والله يعطيهم صحيحتهم. نعم. والله يخرج سيرفيسهم على خير وبخير امين. هادشي اللي كنقولوا السي مصطفى. نعم. ونتمنوا لك اختي التوفيق وتيسك يا رب حق اليتيم. حس الله يوفقك، الله يوفقك. حس. والله يسر لك، والله يعطف عليك القلوب، الله يعطف عليك القلوب. يا أمين. الزمان اللي كدوز عليه وديك الضغوطات الكبيره والسديقات القبيله ديال الاعياد. الاعياد والسلفي كتحس براسك بانك يتيم فعلا في الاعياد. وملي كتكون مريض وكتكون محتاج شي واحد اللي يكون حداك وما كتقاد حتى واحد، تما فين كتحس بانك راك يتيم بانك راك بوحدك. صح. كثرت وسط ديك الضغوط وداك الشيء اللي كيدوز عليك كتولي استاذ، كتولي متواضع مع الناس. وكتولي تبان لك الدنيا لا تساوي شيئا. صح. ما كتساوي والو. وتما كتهز الساك ديالك وكتناضل وكتزيد تقوى باش توصل للمبتغى ديالك اللي بغيتي توصل ليه باي طريقه باي وسيله، ولكن بالاجتهاد وبالكد وكتوصلها استاذ. وكنت من هاد الدريه هي سميتها الظاهره. اختيش غادي نقول لك الله يزهر لك الايام ديالك ان شاء الله، الله يزهر لك ما بقى في عمرك يا رب، والله يعطيك صحيحتك باش تكوني قويه ان شاء الله، والله يوفقك بنتي يا رب، الله يوفقك حتى توصلي للمبتغى ديالك يا رب ان شاء الله الرحمن الرحيم فيما يرضي الله. ان شاء الله الله ييسر لك الامور ان شاء الله، يا ربي ييسر لك الامور بنتي يا رب. انا كما قلت للسي مصطفى قلت ليه جناح صافي كيتكسروا، يعني شوف مهما توصل ومهما تكافح ومهما تدير ومهما انا ما جيت وتشرفت عندكم ومتحل جيت للباب ديالكم الا لو انا جيتي الباب كبير. كوني متاكده باللي جيتي الباب كبير وجيتي المستمعين اللي تنعرفوهم يعني الحمد لله ديال هذا الراديو. انا يعني جناحي تكسروا ولكن ملي وليت كتقول الدوله باكملها كتقول لك الزنقه تخرجي فينا تخرج. احنا وجهنا نداء دابا للناس باش يعني رساله السي حسن يعني وصلت الحمد لله، وحنا تنوجهوا رساله باش انت تكوني في ظروف اللي تصونك يا رب، وحتى الجمعيات النسائيه اللي تيكونوا مثلا ولا اي جمعيه اللي كيكونوا مثلا مهتمين بهذا المجال ديال الطبخ والتعاونيات يتوفر لك واحد الايواء اللي يقدر يساعدك اللي تقدر بعدا تنوض به لاباس، تنوض باش تفكر في حوايج اخرين. هذه راه ماشي انت راه عشتي هادشي قبل الجائحه واثناء الجائحه وما بعد الجائحه اللي احنا مازال كنعيشوها واللي كنطلبوا الله يرفعها علينا. انا كنتمنى لك في الحياه ديالك كل خير، ولكن مازال بغيت نخلي لك رساله مفتوحه ما يكونش كلامي فيها، يكون كلامك. الحمد لله. رسالتي كما قلت يعني ما كرهتش يعني يشوفوا في الوجه ديالي، يعني يشوفوني انا بنتهم، يعني يعتبروني انا بنتهم فس منهم فس من عائلتهم، يفتخروا بيا. بغيت غير يد مساعده، بغيت شي باب يتفتح لك كما كان كما جا. انا راضيه به وكنقول الحمد لله لانني انا ما جيتش ونط وقلت صافي خصني نرفيق وخصني نوض نشوف شنو ندير، لان كل نهار كيجي عندي القيد والمقدم والباشا عتيه كيجي وكيدقوا عليا. والله حتى العظيم كنقول لك كلي كنترعد كلي كنترعد مني كيمشي وكنبقى عتي. دابا اللي قلت لك كنحط راسي في المخده كنبقى نفكر 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 حتى شعري لدرجه شعري طاح كترد العصاب والتفكير اللي كنبقى نفكر. نعم. درجه ما قدرتش ما ناكل نهار كامل وانا درجه كنبقى نفكر اشنو غندير، فين غنمشي، فين غنزيد، فين نهز هاد الحوايج، فين نحطهم. ما كاينش ما كاينش. الناس اللي كنعرف عارفاهم بانه عندهم عائلاتهم حد داكشي مصغيور هذا كيقول لك مكرناك جيتنا والليل مع مصطفى الهردا على ام اف ام. صلتنا بالعديد من المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في هذه الفترة هذه الأثيرية الليلية معكم حتى وقت متأخر من الليل، متواصلين عبر جوج ديال الأرقام اللي هما
05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هي جوج الأرقام اللي احنا وضعينها رهنا إشارتكم بالإضافة للتفاعل ديالنا معكم عبر الواتساب 06 2040 04 06 2040 04. هذا هو الرقم ديالنا طبعا عبر الواتساب. كان أنتم كاع اللي كتكونوا معنا في هذا اللقاء هذا الليلي اللي كنبتوا فيه جسور الصلة معكم في كل وقت من أوقاتنا الليلية من برنامج سمير الليل. إلى كل الساهرين والساهرات اللي هما معنا واللي كان أملوا صادقين طبعا أنه يكونوا معنا في هذه الفترة هذه، سواء منهم سهر الواجب المهني، إخوان الحراس الليليين، وأيضا الإخوان اللي كيشتغلوا في مراكز المداومة الليلية، وحتى الصديقات والأصدقاء اللي كيكونوا في قلب البيوت ديالهم وتي يتواصلوا معنا وتتوصلنا دائما للصلة بهم. كثير من الإخوان كتسألوا عنا معنا شنو أخبارهم. احنا طبعا غادي كل مرة يتأتلنا الناس قاع اللي تكلموا معنا والناس قاع اللي سمعنا لهم دائما استفسروا فيهم هذه الرغبة ديالنا دائما اللي كان بغيونا نرغبوا فيها. غادي نتواصلوا مع الأخت نعمة. مرحبا بك. بارك الله فيك أخي. السلام عليك. بخير. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. ياك معنا ستي وحنا يا فيقنك. لا فينا هو الناس. أنت معنا دائما كل فترة ليلية. بارك الله فيك الله يجازيك بخير. نعمة من مراكش. أنت نقدر نقولوا صديقة ديال الإذاعة من مدة، ولدرجة أنه أنت مرتبطة بالإذاعة واحد الوقت اللي كنتي كتال خاصة في مراكش وفي أم أف أم، يعني هذا يعني كنت مرتبطة بالراديو قديمة ديالنا. فعلا فعلا. واخا احكي لي نسمع قصتك يا نعمة. شحال في السن ديالك؟ السن نزيد في 1990. 1990. منين بغيتي تبداي ناقصتك انتيا؟ تبلوكيت والله ما عرفت منين باقي بغيت نبدا. انا معاك نعاونك كلنا حتى نوصلوا اللي انتي بغيتي توصلي هنا. أنا دابا المشكل أخويا مصطفى اللي أثر فيا كاع بزاف هو هذا المشكل ديال الدار. واخا دابا الدار أنا هذا مشكل عرفته بوحدي، ولكن شوية باش الناس يعرفوا. دابا قبل الدار كاع أنتيا الحياة ديالك شوية عاودي لنا قبل ما لا كيفاش بعدا حياتك بعدا أنتيا. حياتي أخويا مصطفى كنتو ما كنتو عارفين. دابا الله يعطيك الخير. أنا ما عارف ما كنسمعكش مزيان. وتاني حاجه كما كنقولوا انا الا كنت كاع شي شويه منه كنعرفو راه ما كيعرفوش بحالي بزاف الناس، زعما بزاف الناس يعني كنقولوا ما غيكونوش كيعرفوا الواقع ديال انت. ما كتكلميش غير معايا انا ولا جوج الناس كتعرفيهم في الراديو. انا حياتي كلها دوزت كرفيس تقريبا كلها. كيفاش كلها ما فهمتش؟ من الصغر وانا مكرفصة. شحال العمر ديالك انتيا؟ دابا 30 و 30 سنة. شنو هتكرفيس انتي اللي طبع الحياة ديالك؟ مش من صغرك مثلا شنو كيفاش؟ من صغري. علاش؟ من صغري كبرت واحدة تكرفصت. كبرت يتيمة ولا شنو؟ يتيمة. يتيمة الأب والأم؟ يتيمة الأب. يتيمة الأب والإخوان وذلك شيء. من بعد أخي مصطفى جيت انتقلت من المدينة اللي زدت فيها وذلك شيء. جيت لمراكش وقفت معي واحد زيد وذلك شيء دارت لي ديك لي كولو طولير خدمت وقفت معي لتا وقفتني عاوناتني. شكون هي السيدة؟ واحد الحاجة كانت ساكنة في كيليز.
بلا سميات حنا نتفادوا السميه. كنت هي اللي جابتني وهي اللي سكنتني معاها وهي اللي قراتني. واش نقول لك لدرجه هي بغات تنقذني من داك المشاكل اللي كنت عايشه. اشنو هي المشاكل اللي انت كنتي عايشه؟ المشاكل ديال الضياع ديالك شنو؟ ديال الضياع ديال داك الاحساس لانني كنحس ديما عايشه بوحدي. كنشوف ما كاينش الاهل، ما كاينش الاب، ما كاينش، كاين الام مره كبيره ما تكرفست ما حيت شي حوايج ما قدرتش نعاودهم لانهم بزاف. واخا صافي. من بعد فاش جيت لمراكش تكرفست فيه، خدمت تكرفست، تعاونت معايا، نصحاتني باش نكون راسي ونبدا حياه جديده. اش من مرحله في العمر ديالك؟ واش تعرضتي لشي ظروف ديال الاغتصاب مثلا ولا شنو؟ لا لا جامي. شنو هما الحوايج اللي كانوا مقصحينك حياتك قبل ما تعرفي على هذه السيده؟ هو انني كبرت بدون اب. والام ما كانتش كتعرفه وما كانتش كتعرف الاب ولا شنو؟ ماشي ما كانتش كتعرفه. قول داك الزواج ديال فاتحه. نفس بكري. صافي ابخي مني لقيت راسي قريت بدون الاسم ديال الاب ووصلت لواحد النيفو لانني وصلت كطريام ولوتي وقفوني في المدرسه وداك الشيء على النسب. صافي انا ديك الوقيته ما بقيتش كنستحمل. واحد الوقيته توقفت من الليسي. فاش وصلت قربت تقريبا السنتياماني قال لك ما يمكنش تكملي تجيب تعطينا عقل زياده داك الشيء. وليت صافي انا كرات ديك الساعه كرات صافي ما بقيت عارف شنو ندير. وليت قديت الوراق ديالي هي فاش وقفت معايا السيده وجيت لعندها هنايا. انا معك. وصافي من ديك الساعه بقيت كنكافح باش نوصل باش ننسى داك الاحساس اللي عشت في القديم. خدمتي؟ خدمت. خدمتي وانت صغيره؟ خدمت وانا صغيره. كي وصلت داك اللاج ديال لاك جيت جابتني صوبت الوراق داكشي جيت لهنايا وقفت معايا تا وعرفت المدينه تا عرفت تا حفظاتني بزاف الحوايج تا قريت تا خدمت. صافي من ديك الساعه وانا خدامه بقيت من حكم المشاكل اللي عشت في الصغر بقيت انا بغيت نكون راسي وننسى داك المشاكل اللي دزت منهم. فعلا داك الشيء اللي درت. خدمت تعاونت معايا دارت لي الكونت مسكينه الله يجازيها بخير في هذا النهار حطات لي واحد المبلغ بقات كتقول لي كوني راسك ونسي الماضي ونسي هذاك الشيء اللي دزتي منه. فعلا داك الشيء اللي درت. فاش كونت كاع راسي واحد الوقيته خرجت وسكنت سكنت بوحدي وداك الشيء بقيت بشويه كريت في الاول بقيت كنجمع بقيت معاها على اتصال وداك الشيء. صافي خدمت بزاف البلايص هنايا في مراكش. فكرت انني مني جمعت واحد البركه فكرت انني نشد نعيش انا ونشد واحد قلت انا خدامه ماشي خدامه مع دوله ولا شي حاجه خدامه زعما بريفي. نشد واحد السكن لانني ما نخلصش فيه الكره ونبقى خدامه بشوي تنجمع المبلغ باش نخلص باش نشد شي ابارتمون ولا شي حاجه. هذه هي الفكره اللي كانت عندك في الاول. في الاول قبل ما ترهني الدار. قبل مره عند الدار هي ديك فاش جمعت ديك تقريبا في 2013. صافي انا داك البيت وسميتو تكرفص بزاف. قلت جمعت ديك العشرات المليون قلت غير رهن بها.
شفت مع واحد السمسار وداك الشيء جابني عند هذا السمسار اللي كاين هنا في مرة كاين اللي هو اللي شاد هذه البلاصه اللي ساكنه فيها حاليا. قال لي وراني الدار باقي ديك الساعه يلاه تحل هذه البلاصه. عجبتني باقي يلاه يلاه الناس كيحفظوا كيدخلوا الماكن ديال الموضوع وداك الى اخره. عيط للمنظر قلت لي واخا انا عجبني هذا عجبتني الدار وداك الشيء. قلت لي صافي. قال لي غتراهني ب 10 المليون بلا كره. صافي اخويا داك الشيء اللي انا كنقلب عليه اللي بغيت 10 المليون 10 المليون بلا كره. فجاء عندي منظر جات عندي جات اختو قال لي انا راه الدار ديالي. هذا السمسار اللي توسط لك السمسار اللي توسط ليا وقال لي راه الدار شريها في سميت اختي حيت انا عندي الملك ما يمكنش نشري في السكن اقتصادي. واخا انا ما كنفهمش في داكشي ديال الرهان وداك سميتو ما كنفهمش فيه. واخا جبت فوتوكوبي الوكاله عطاها لي عطاتها ليا قالت لي ها فوتوكوبي الوكاله ديالي. ها خويا كيفاش باش تتعاملي معها انا كتبان لي توكيل باش يتصرف انت ويا. قلت لها على اساس عطاتها ليا مش باش قالت لي باش تكوني زعما في الوثائق ديالك ريقل مطمئنه. زعما عطاتني الوكاله مشات بقات مشات جا السمسار جا عندي هو مول الدار قال لي غنكتبو كتبو ليا انا نكتبولك زعما عقد سلف انا باش ندير فيه العنوان ديال الدار هنا. هو ما دارش لي العنوان ديال الدار هنا انا ما كنتش عارفه انا عقد سلف شفت فيه ديك 10 المليون الى اخره. ملي سولت السمسار لانني انا خلصتو قال لي هو هذاك وراقيك وما هذوك ما عندكش مناش تخافي. واخا انت ما كتقرايش؟ كنقرا قريته ولكن انا كيسحب لي تكتب بديك الطريقه اللي مكتوبه مكتوب هو هذاك مكتوب عقد سلف لله والاحسان. مني سولت قال لي لا بلاتي عقد سلف فيه زعما باللي انا كتسلفني هذه السيده بمقابل انني مسكنها ولا شنو؟ لا ما فيش مقابل. في غير بحال هو مسلف من عندك 10 المليون. بحال مسلف من عندي 10 المليون وهو عطاني الدار نسكن فيها. انتوما كاتبين عند كاتب عمومي قال لي زينها في المقاطعه. قال لي زيها في المقاطعه. واخا بالكارت ديالو ديالي. واخا وبان هو قال لك اودي انا المهم ها اختي زعما جابها لك زعما يعني مساله راه انا قبل ما تثقي فيا انت راه ثقه فيا اختي وثق فيا هذا السيد. قال لي بانه هو دكتور عنده فارماسي اخته مساعده صيدليه معاه. ما شغلناش كاع اش كيديروا زيدي يا لالا. اييه صافي بحكم زعما المهنه ديالو انا ثقت فيه. اييه دازت ديك المده عاودت معاه في الكونترا. قلتي هذا راه ما نخافش من رزقي عليه. ما نخافش على الرزق ديالي. اييه دازت 2014 عاودت معاه الكونترا نفس الكونترا. اييه قال لي تزيديني. قلت لي دابا انا ما زعما ما عنديش عندي شي حاجه ولكن انا ما يمكنش انا خدمتي ممكن نحبس ممكن سميتو ما عاود قال لي انا راه الدار بغيتها ليك وانت بنت الناس وهذه الى اخره. حاول يزين لك يعني صوره الدار والصوره ديالك زعما باللي راه هو عشقها لك باغي تسكني فيها. عشقها ليا وقال لي زعما من الاحسن ليك انت. انا فاش قال لي ديك الهضره وداك الشيء قال لي انا راه نصوب معك في الثمن وداك الشيء انا راه خديتها ب 25 ولكن بقينا كنهضروا على الثمن. قال لي كنخليها لك ب 27 فهمتي. نعم قال لي انا بحال غنزيدي شي حاجه قليله. نعم انا شنو ندير قلت لي ومني بدي معايا بحال هكا غنبقى في المجمع شي حاجه غنعطيها لك من عند نزيدوها في الكونترا تنوجد حيت انا الكريدي ما يمكنش ليا ناخذو حيت ما مفتطاتيش. قال لي صافي مزيان. العام الاخر في 2015 رجع عندي لقاني عندي جامعه واحد البركه في 4 المليون. جا عندي قال لي واش غتزيديني هذا العام. قلت لي قلت لي واش ضروري. قال لي باش تحيدي عليك المبلغ اللي بغيتي تخلصي به الدار.
انا كانت عندي مشيت اخويا عطيتها ليه زدناها في الكونترا انا وياه درنا 14 مليون شحال 14 مليون زدتي 4 مليون عقد اخر 4 مليون عقد اخر مني كان مني كان بنت يعطيني الجديد كنعطي الاولاني في 2015 قول سالت لي في 2000 في 2000 قريبه تدخل 2016 وفالك العقد التاريخ العقد ملي دخلت 2016 الاول الاول درتيه في 2010 الف 2014 والاخر من 2014 ل 2016 ما فهمتش ولا اشرحي لي من 2015 اخر كونطرا اللي درت درته في 2015 اللي زدته في 4 مليون اللي ولات في 14 مليون ايه وكنديروا فيها مده عام سال لي في 2016 هو كيفاش قال لك عشقتها لك انا الدار زيدين 4 مليون زعما ريتها ما تجمعين انت في ظرف عام فلوس بحالة بيدي بقى كل عام نزيد لي أنا في المجمع شي حاجة نزيدها له ونعاودوا نجددوا العقد ونعاودوا نجددوا العقد رأيت ما نكمل ذاك المبلغ اللي بيتكاتب رأيت ما توصلوا الثمن ديال ذاك الدار الحق اللي هو بغى يشري بها اللي تكاتب معايا على البيع واخا هادشي اللي قال لي ايوا هذاك العام ديال 2016 أنا تزوجت فيه اييه 2016 2016 زوجت فيه واحد سيد خرجت كان ولاد كانوا عند المهم ما اتصلت بيه ما اتصل بيا ما جا عندي ما سولتش فيه تقريبا حتى ولدت حتى ولدت عاد اتصلت بيه قلت لي نعاودوا العقد قال لي واخا دابا ندوز لعندك ويجي لعند قال لي دابا ندوز لعندك عاود عاود عيط له ما جاش لعندي مع شي شهور ولا شي عاود عيط له قلت له شنو ما جيتيش ما عاودناش العقد ويقول لي واش جمعتي لي زعما باش تكملي شحال جمعتي لي باش نعاودوا العقد باش زيديني الفلوس قلت لي انا ما جمعت حتى حاجه وانا حبست الخدمه وما بقاش عندي وظروفي دابا صعيبه وما عنديش باش نزيد كي باش نجدد معايا العقد قال لي دابا انا محتاج الفلوس محتاج الفلوس مني ما عندكش انا غنشوف شي شاري شي راهن ولا شي شاري شاري محتاج هو داك المبلغ اللي فوق 14 مليون محتاج ليه هو فهمتي ايه هو قال بغا يشوف شاري باش نعطيك فلوسك باش نزيدك باش نشد انا داك المبلغ حيت انا محتاج الفلوس واخا 14 مليون ديالك تشديها هذه الفكره اللي قال لك هو اللي قال لي ايه قلت لي واخا الله يسخر قلت لي انا نيت صافي لو جبتي لي الفلوس غنخرج من الدار الا ما بغيتيش تعاود معايا الكونطرا قال لي صافي انا غنشوف شاف شي ناس جو عندي شي ديك الوقيته اللي انا كنت قلت لك والده فيها الولاده الاولى جو عندي الناس دخل شافوا الدار خرجوا زعما حتى شي واحد ما هضر معايا اييه بقى كل مرة كيعيط ليا كيقول لي هاد الناس بيشوفوا في الآخر غيجي واحد صديق ديالو هذاك الصديق ديالو فاش معاه شاف الدار عاودو مشاو كيسحب ليا بحالو غيكون بحالو بحال الناس الاخرين اللي كيشوفوا كيمشيو حيت ما كيقول لي الا كان شي حاجة غنخبرك بها عاود جا عندي المرة الثانية هو يقول لي نفس السيد اللي جا عندي قال لي بغي عاود يشوف الدار راه باقي ما كاين والو بغي عاود يشوف الدار قلت لي مرحبا وحليت لي الباب شاف الدار انت ما كتشوفيش السيد ولا كيجيب هو لا كيدخلوا بجوج هو وياه شاف هذاك السيد الدار شاف سميتو هذيك الوقيته كان نيت الزوج ديالي شاف الدار معاهم داكشي خرجوا مشاو فحالهم عاودوا جاوا المره الثالثه عيطوا لي قال لي واش كاينه في الدار قلت لهم كاينه في الدار دازت واحد كدوز بين من بين كيجيو شي شهر ونص عاد كيعاودوا يرجعوا ويقول لي هذاك السيد قال لي مول الدار الا تفهمت انا وهاد السيد في 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 سميتو في البيع راه هاد السيد هو اللي غيتكلف هذا راه صديق ديالي والى اخره بدا يعاود لي عليه ويقول لي هذاك اللي بغى يشري بشحال راه هنا قلت لي راه هنا ب 14 مليون
ويقول لي دابا حنا انا شوف الدار وداكشي حنا باقي ما تفاهمناش على الثمن، وإلا تفاهمت معايا على الثمن راه غنعيط لك نعطيك فلوسك عاد النوطير ولا نعاود انا وياك الكونطرا لو بغيتي تبقاي في الدار. قلت لي واخا، قال لي المهم باش ما كان نعيطوا عليك. هذيك اخر مره جاوا عندي فيها اللي قال لي داك اللي بغى يشري هاد الهضره ما بقيش رجعوا بجوج. دابا هما اش مشاو داروا ديك الوقيته اللي خرجوا من عندي وداك الشيء انا ما يصحبش ليا غيديروا هاد القضيه. مشات اختو فسخات الوكاله وشدت شهاده السكنه كوم كوا راه هي ساكنه في الدار، دار حيت هي دارها من طبيعه الحال غتشد شهاده السكنه. ودوزت البيع لهذاك ومشاو سكتوا. تكن كدوز واحد المده كثار من سنه والفوق كنقول علاش ما بقاو جاو. كنستاشر انا مع الزوج ديالي تيقول لي راه يمكن ما تفاهموش. قلت لي ودابا هاد الكونطرا وداك الشيء حيت انا ما فهمتش. كيقول لي ما عندكيش مناش تخافي راه عندك الكونطرا ديالك راه هادي. انا كانوا عندي مشاكل كثيره مع الزوج عشتها ما نكذبش عليك، واحد ربع سنين ديال العذاب ولا خمس سنين من 2016 ل 2020 عذاب. علاش كان هاد العذاب؟ واش ما كانش كان عنده عسر في العمل؟ الموضوع لانه معليش غيأثر عليا بزاف. معليش واخا لانه كرفصني واحد التكرفيصه اللي لحد الان باقي ما متوقع باقي ما استوعبتهاش. واش تقدري تقربيني غير من شويه منه؟ كثير ومو باش نهضر. علاش؟ واش كان عنده عنف مثلا جسدي، عنف نفسي ليك، شنو؟ كانت يعذبني واحد التعذيب اللي خايب. التعذيب اللي واش فداك الرزيق اللي مثلا اللي كتخدم داك داك الرزيق ديالك اللي كتخدمي فيه مثلا كان كينهصرك فيه، كان كيطغى عليك، شنو اللي كنتي كتعيشي معاه؟ فعلا حيت واحد الوقيته كاع حتى تزوجت وواحد الوقيته صيفطني خدمت وكان اللي خدمتها كنصرف وكيدي ليا وماشي مشكل. انا جيت نعاود لك هذيك القصه تنقول لك قلت لك اليومين هذا ما استوعبتيهاش. واخا يعني الراجل خدلك بزاف واخا وانتقم مني من اللي ما نسمحش ليه حتى الغدا قدام الله. لا حول ولا قوه، ما نسمحش لي لا دنيا لا اخره. كيفاش انتقم منك؟ تنقول له ولو يكون يسمع فيا راه ما عمرني غنسمح ليه. كيفاش انتقم منك؟ العذاب اللي عايشني وعلى الانتقام اللي دار لي راه ما نسمح لي لا دنيا لا اخره. هو السبب ليا في الدار. هو السبب لك في الدار؟ لا هو السبب ليا. علاش؟ لان فاش انا معك انا معك فاش مشاو هذيك المده سنه بقاو ساكتين مع فراسي انا ما يتعاود. تكن ديك الوقيته انا كنت ولدت فيها الولاده الثانيه بالغلط ما نكذبش عليك على داكشي اللي تكرفص عليا داك السيد. كتجيني تدعى بان داك السيد اللي شرى داعيني بانني محتله اليد. صدمت. دابا انت ما كنتيش عارفه منه حتى شي حاجه. دابا السيد كتقولي راه غادي يعطيك فلوسك راه كيتسنى يبيع. وما كنتش عارفه والو ومني جاتني استدعاء انا ما فهمت والو ما عارفه والو. هزيتها كنسول على السيد اللي شرا في الخدمه. اي هذا هو دابا اختو مشات لغات هذاك التوكيل قلتي لي. لغات وباعت وبعت وشرات. باعت. والسيد اللي شرا ولا كيقول لك انا راني راكي انت محتله ليا داري. داري اييه. كنمشي لعندو سولت عليه لقيتو مشيت عندو البيرو ديالو فين خدام في واحد المدير. وما تكونش هاد واش نقول لك وما تكونش هاد القضيه غير داروها لك باش يقدروا يديو لك رزقك؟ ما كاين لا بيع لا شرا. كاين
انا نكمل لك اصلا واخا واخا لاله. فاش مشيت لعندو قلت ليه هضرت معاه داكشي دخلت عنده للمكتب ديالو. حاولي تقربي شويه قربي شويه الميكرو ديالك ديال التليفون ديالك. استقبلني دخلت عنده. شكون هذا؟ هذا اللي شرى مشيت عنده هو مدير واحد واخا على كل حال. المهم استقبلني في المكتب ديالو قال لي علاش دعيتيني؟ قال لي انا راه شريت الدار. قلت لي وانت اش قلتي لي؟ قلتي لي بيه ملي غنبغي نشري الدار غادي نعلمك وغادي نعطيك فلوسك ولا نتكاتب معاك انا. عيطتي لي عيطتي لمول الدار؟ لا انا ما عيطتش عيطت لمول الدار كنلقى النمره طافيه. اييه مشيت لعندو مشيت عند داك اللي شرى لي دعاني. اييه هو اللي مشيت عنده المكتب ديالو اللي شرى من عند خطو. اييه مشيت عنده البيرو اللي شرى من عند خط مول خط اللي تكاتب معايا. واخا مشيت قلت لي علاش دعيتيني؟ قال لي انا راني شريت الدار. قلت لي وعلاش شريتيها؟ وانت قلتي لي جيتي لعندي ولقيتيني نفيسه وعاودتي رجعتي عندي وعاودتي رجعتي عندي وقلتي لي بانني مني نبغي نشري الدار غادي نعيط لك وغادي نعلمك. هو اللي عيط ليه قال لي هاجي تكلم مع السيدة ولا شنو؟ انا اللي مني جاتني ديك استدعاء بانني خصني نحضر. اييه وعطوني التاريخ قريب. مشيت لعندو بنستاشر معاه علاش انا مكيسحبش ليا مول الدار راه في الحبس. اييه مشيت لعندو بنستاشر معاه علاش دعاني. قال لي انا راني شريت الدار. قلت لي وفين هو السيد بلا ما نذكر الاسم ديالو ولا نذكره؟ لا بلاش. اللي شريتي من عنده الدار وانا عارفني مكاتبه معاه داكشي. قال لي انا نصب عليا في الشيكات عطيه الشيكات عطيه الفلوس مقابل الشيكات وما دفعش باقي لحد الان باقي كنسالو شي شيكات باش ندفعهم ليه. قال لي هذاك راه نصاب لا هو لا اختو وجبد لي الكوبي ديال شهاده السكنه بان اختو راه شدت شهاده السكنه بانها ساكنه في الدار ودوزات ليه البيع. قال لي وراه فسخت الوكاله وصارحني قال لي راه فسخت الوكاله. ولكن هو هذا السيد هذا اللي شرى ياك عارف باللي هو باللي راه كنتي ساكنه في الدار اختو ما كاين. راه انا ملي مشيت عنده هو اللي قال لي انا باش نرد فلوسي. زعما باش نرد فلوسي اللي كنسالو. كنت كنسالو فلوس وزيد تكتب ليا هادشي اللي قال هو بفمه واش ما عرفتش انا ما فكر فيك انتي ما فكر فيك انتي يا ما والو ما فكر فيك فكر يا ما والو يسل راسو هو. انا فاش طول من خلال الهضره ديالو هو اتسق الخبر لصاحبه دخل الحبس. دابا هو شرى لواحد واحد السنه كامله. انا اللي مبغيش باش يتفهم ليا شرى واحد السنه وما يزيد اتسق الخبر الاخر دخل الحبس عاد دعاني انا. انا قلت يمكن كان مدوز لي الفلوس خلال عنده مني عرفو مشى للحبس مشى للحبس وغارق هذاك في الحبس. قال زعما بحاله بينقرني انا وبيدعيني بانني محتلي لي الدار وبيربحني. هذاك الشيء اللي دار. مني هضرت معاه هو ما قالش لي هاد الهضره هو قال لي غير نصب عليا ودا لي فلوسي وراه انا زيرتو باش ما ندفعش ليه الشيكات باش يكتب لي الدار. قلت له فين هو السيد اللي مكاتب معايا؟ قال لي سيري الخطورة في الفرماسيان هو راه في الحبس راه الفرماسيان تحجز لي حجزات لي على الشركه ديال الدواء اللي كتسالو راه كان غادي هربان على برا راه تقبض راه هرب مرتو ولادو على برا وداك المبالغ اللي دا ما عادش تقريبا واش 800 مليون ولا اكثر اللي ناصب على الناس. هذاك اللي مكاتب معايا قال لي راه كان غادي هربان ويتقبض. قال لي وانا راه رجعت فلوسي مقابل الدار هادشي اللي قال لي رجعت فلوسي مقابل الدار مقابل الدار اللي ساكنه فيها كتبها لي. انا صدمني ديك الساعه ما بقيت عرفت ما ندير مني مشيت عند الاخت ديالو لا فارماسي قالت لي ما تجيش هضري معايا انا وما تجيش عندي للخدمه. انت شتيها مره واحده في حياتك؟ شتها مره واحده ولكن ديك الساعه فاش خرجت من عند السيد اللي شرى من البيرو ديالو مشيت نيشان عند لا فارماسي. اي كانت انا من كثره مأطره ما بغيتش نوصل شي حاجه ماشي هذيك رجعت في حالي. مشيت حضرت
او مشيت حضرت في الجلسه الاولى مشيت عند واحد الاستاذ ديك الساعه قريب الحجر الصحي. اييه درت واحد الاستاذ تكلف ليا في الملف عن بعد في الحجر الصحي هذه في البدايه الحجر الصحي. اييه فاش تلقات الوقت كيجيني الحكم للدار ديال الابتدائيه. اها هذيك الوقيته اللي جاني الحكم للدار الابتدائيه انا كنت ما كنوقفش لمده شهر افراغ جاني بالافراغ. لقاني انا في ديك الوقيته ما كنتش كنوقف ما كنتش نوقف كرفصه واحد كرفيصه كرفصني الزوج مده شهر ما كنوقفش. الراجل ما بقاش معاك هذيك الوقيته فين ما غاديش يبقى معايا فاش هذيك الليله اللي كرفصني الزوج لمده 20 ساعه ديال التعذيب من جوج النهار ل 8 الصباح. تعذيب كاع على الدرجه تعذيب بالخنيق. شنو كان عافاك ترى تعاودي لي شنو كان ترى مثلا انت لذاك النهار زعما فاش تعذبتي كاع لمده 20 ساعه عاودي لي الا قدرتي 20 ساعه بالخنيق بالمخاد بسد عليا في بيت تدق العون القضائي مع ال 12. مالو واش كان مريض بشي حاجه كان ما فهمتش مالو. لا ماشي مريض. ما مريض ما والو هذيك داك السيد حقره لانه حقرني بانني ما عندي حتى حد ما عنديش خوتي ما عنديش با ما عنديش بزاف الحوايج. كان حقرني واحد الدرجه اللي ما باقيش قدرت نهضر في داك الموضوع. كيضربك كيعذبك كيقدر كيضربني وضرب ماشي بين ولكن كيخنقني كيخشي لي الزيوفه بفمي تيقطع لي النفس ديالي لدرجه كنولي علاش هادشي كله مثلا شنو المبرر ديالو؟ كنولي نشهد وما نسمح ليه لا دنيا لا اخره كنولي نبوس ليه قاع رجليه. كنقولها ولو يكون يسمع فيا وما نسمح ليه لا دنيا لا اخره. شتي هذاك السيد ما غنسمح ليه طول ما عشت في الدنيا ما عمرني نسمح ليه في حياتي. علاش كنتي كتوصلي معاه على والو على والو على والو. هو كان كيعترف كاع الناس اش كيقول لهم؟ انه كلمه جوج كيقول لهم مني كاع تيدخل شي حد تيقول لي علاش درتي لي هكا وحشومه وداك الشيء تيقول لي عذبتها وكرفصتها وتسمح ليا. وانا بكثرة داك السيد داك درتو سند درتو ام درتو اخت درتو اب درتو كان كيعذبني وما كنوصلوش للمخزن ما عمرني دعيته ما عمرني وكنت كيقول لي جوج كلمات وكنتسامح معاه وكيعاود لي نفس المشكل. انت بما انك يتيمه الاب بقات عايشه الوالده ديالك؟ بقات عايشه. وكتشوفيها؟ الوالده ديالي مسكينه مريضه في البلاد. مريضه بزاف وكبرات حيت 80 سنه. ما شاء الله الله يرحم ضعفنا. امين يا رب. ايوا هذاك النهار اللي غادي يجيني الحكم كان معذبني قلت لك مابقيتش كنوقف. جاني تمزق لي اللحام وداك الشيء مابقيتش كنوقف على رجليا بصفه نهائيه لانني كيصحاب لي واش تشللت كاع. حتى كيدق العون حتى كيجيب لي الحكم ديال الابتدائيه. فجاب لي الحكم زاد صدمني بالافراغ. ناض هو خدام مع واحد السيد وواحد الاستاذ واحد المحامي. انا بكثره ما كنوقفش وليت كنطلبو قلت لي دابا انا ما قدرتش نوقف واش خصني نستانف باش لو وقفت على رجليا وسميتو وليت لاباس نمشي زعما نمشي نخدم استئناف حيت ماشي قانون انهم يحكموا عليا بالافراغ وانا عندي وثائق ديولي انك انت ساكنه عقد سلاف وهذا ولا عندي السمسار قال لي انا شهدت الله عندي السمسار شاهد عندي السانديك شاهد. السمسار اش كيقول لك هو السمسار اللي توسط بينك وبينه؟ بانه قال لي انا داكشي اللي كاين هو اللي قلت هو اللي غنقول ولا بغوني في المحكمة أنا نشهد شهادة الله. شهد بأنه كنت بيناتكم توسط باش هو سلفتيه بمقابل أنك ساكنة في الدار. بأنني ساكنة في الدار قال لي نشهد. هو في الحبس على كل حال.
اما داك ام السانديك عطيني تو عطيني اشهاد بانني كنادي الواجبات من شهر شهر ملي جا تو في 2016 تحيد السانديك الاول جا في 2016 كتب لي اشهاد شوهت سكنة مني بغيت ندير العقد اليومين هذا كلهم مازالين عندي العقد الوكالة كلهم كلهم الوثائق ديولي باقين كلهم عندي ناض الزوج ديالي ديك الساعات ما عرفتش واش ديك الساعات فين غيتخلى عليا فين غينتقم مني ما عرفتش حتى الملف مشى عند الاستاذ اللي كنت دايره مشى شد الوثائق هز الوثائق من الدار مشى دام واحد الاستاذ انا ما كنعرفوش لان هذاك الاستاذ هو خدام مع ولده راجلك اللي خدام مع ولده انا مني داهم ليه كيسحب ليا راجلي معايا في كتافي راه غيستانف ليا وغادي يوقف معايا وداكشي ديك الوقيته فين غيت فين ديك الساعه فين غيتخلى عليا وغادي ديك الساعه فين غينتقم مني وغيتخلى عليا لدرجة كان بيصيفطني للحبس صافي بقيت معاه في المحاكم انا ما عارفاش استئناف ما عارفاش المحامي اللي يدير ليا استئناف ما عارفه والو كنجري معاه في المحاكم ما عنديش ما خلى لي المسؤوليه خلى لي الوليدات صغار الدري عام وشي حاجه والبنيه حتى هي عامين وشي حاجه شي حاجه بيناتهم عامين بنت البنت ولاش زربتي انت هي المحامي اللي كنتي دايره في الاول من دون شك راه غادي 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 يستانف لانه عنده غادي يسلك جميع المسائل هو شد لي مشى هو شد ما عنده الوثائق صافي قال له غير ما عرفتش انا رجعت عند الاستاذ هذاك الاستاذ اللي كنت دايره في الشوق فاش رجعت عنده قال لي راه جد ما عطيتوش فش... الملف ولكن حيت هو كيعرفوا الزوج ديالي قال لي راه عطيتو غير الكوبي ديال الوثائق وداكشي راه ما عطيتوش الملف كامل قال لي ما تستانفش ليا انا نقول لك بقيت مع المحامي الاخر ومع الزوج في المحكمه ومع المشاكل ومع ما بنتي ما حلتك مع الطلاق والنفقه ما حلتك مع الافراق ولدرجه واحد المحامي ديال النفقه مشى لعندو وما عرفتش كيفاش جرجرني واحد المده من شهر جوج ليومين غير ترفضات لي الدعوه علاش حيت ما دافعش لي عقد الزواج علاش كل يدفع لك راه انت اللي خصك تدفعي عقد الزواج هو انا دفعت لي عقد الزواج للمحامي ودفعت لي الوثائق وبقى مخبي داك الملف كل مره تيقول لي راني دعيت لي قلت لي علاش ما كنحضرش انا الجلسه تيقول لي بلاش واحد الوقيته لقيته ما داعيش ليا شويه دفع ليا مني شافني بغيت نشد ما عنده الملف مشى دفعو شويه في الاخير كاع مني كنسحب ليا دفعو نقص وثائق مرقد لك الدوسي دفعو نقص وثائق مني جيت كنشوف في الاخر مني كنتسنى الحكم مشيت انا بلغت السيد شخصيا وديت تبليغ من المحكمه وداك الشيء حيت المعرفه ديال صاحبو اللي با خدام عنده وداك الشيء ماشي هو نفس المحامي درت هذا محامي ديال النفقه لا داك اللي صاحبه ما كنعرفوش هذاك داروا لي على الدار واتفقوا على الدار وما عرفش انا اش واقع انا كنجري معايا في المحكمه ديال النفقه بحكم ما كنلقى من صراف ما كنلقى من والدراري بالحليب بريكوش وما كاين ما كاين سند ما كاين خدمه ما كاين اللي يشدهم لي ولاو لدرجه هي الجيران والناس والسيكوريتي وداك الشيء هما اللي كيتعاونوا معايا هما اللي كيعطوني هما اللي كيجيبوا لي تمن ماكله حتى في الاعياد العيد الكبير ما عيطتوش قسما بالله ما عيطت غير الناس اللي كيعطوني دوزت واحد هاد المده ديال العام ونص كلها جحيم مش نقول لك ما عرفش كيفاش غنوصفها ليك ما كنخرج لي حدا الوليدات عطاني شي حد شي حاجه كنمشي نتقدا وكنجي حداهم كيف قلت لك ما كنخرج لا عطاني شي واحد شي حاجه ولا من الجيران ولا دور مع وليداتي ولا شي حاجه كنمشي كنتقدا كنرجع كندخل داكشي اللي قسم الله المهم كنقول مستوره بربعه الحيوط كنتفاجئ مني مشيت كنسول على داك المحامي اللي بغيت نعرفو اللي شاد ليا السكينه ديال الدار
فاش لقيتو ما عاملني زوين، مو باش يهضر معايا في الملف. قلت ليه اش درتي ليا في الاستئناف وفين وصلت؟ قال لي بغيت تأيد الحكم ديال الابتدائيه. انا فاش قال لي تصدمت، ما بقيت عرفت ما ندير. لقيتو ما خدمش ليا الملف، ما عرفت ما ندير. جيت كنبكي، وراوني واحد شي ناس وقفوا معايا، ادوني عند واحد الاستاذ قال لي غنتعاون معاك وغنرفع لك دعوه النصب والاحتيال. هادشي في شهر 6 تحكم الملف. اييه قال لي غندير لك دعوه النصب والاحتيال من عندي، وغنوقف معاك وغندعيهم لانهم تكرفصوا عليك وداو لك ديالك. وفي نفس الوقت ملي جاك الحكم ديال الاستئناف جي عندي انا غنتعاون معاك وندير لك النقد والابرام وايقاف التنفيذ. وفعلا هاد السيد داكشي اللي دار لي، انا ما تبلغت بالحكم الاستئنافي حتى شهر 10، خرج في شهر 6. والدعوه درتها ديال دار لي داك الاستاذ في شهر 6 ديال النصب والاحتيال. ومني تبلغت بالحكم الاستئنافي في شهر 10 ديتو لذاك الاستاذ، مشى دار لي مسكين نقد والابرام وايقاف التنفيذ. انا قلت الحمد لله، بعدا نبقى تنشوف النقد وتنشوف الدعوه، تنشوف في نفس الوقت مستوره ورزقي مستوره وتنشوف الناس اش بيديروا معايا في الدعوه ديال النصب والاحتيال، واش ورا النقد غيوقف ليا هذا الشيء، وراني مستوره مع وليداتي لا قسم الله، وخلنا ناكل غير الخبز والماء. تكيجيني تكنتفاجئ شي كثر شي سيمانه دابا بالعولقه، شي عول قضائي ثلاثه وتكيدقوا عليا تيقول لي عطينا الساروت تنفين. تنفذ عليك باللي تصدمت. ما عرفتش ما نقول لي. قلت لي ما يمكنش عطيك الساروت وما يمكنش نخرج، انا ولادي صغار ما عنديش وين نخرج. صافي هذيك هي طيحتي، ما بقيتش من عيط لك استاذ. قال عيط لي، سولت واستشرت مع الناس، قال لك راه التنفيذ راه المحكمه استئناف ما تخدماش لك، واصلا الحكم ديال الاستئناف مني تنفذ ما كيوقفوش النقد والابرام، واخا درتي ايقاف التنفيذ. قال لي الا ما بغيتيش تعطيني الساروت غيجي القوه تخرجك. صح كذبش عليك، ولات كتبان لي الدنيا ظلام، مابقيتش عرفت ما ندير. قبيله جابوا لي الحكم في سيمانه دابا. شكون اللي جابوا لك الحكم؟ جا عندي قبيله المفوض القضائي، قبيله مع شي جوج ولا شناهي. جاب لي بانني نسيني لي الحكم، عطوني مده من نهار 8 في الشهر 12، خصهم نهار 8 في الشهر 12 عطوك مده اسبوع باش تخوي. اسبوع باش نخوي، الا ما خويتش غادي القوه تخرجني نهار 8 في الشهر. انا مني كنشوف هذا ما عرفتش باقي ما ندير. وانت عندك العقود ديال هذاك العقد السلف وداك الشيء؟ عندي. وانت دابا عندك العقد السلف؟ عندي الوكالة، عندي شواهد السكنة، عندي الناس شاهدين، عندي إشهاد ديال السانديك عاطي ليا، عندي كل شيء، عندي السمسار قال لي حتى هو شاهد. دابا هاد الوثائق ديالي أنا اللي كنطلب، واللي بغيت من النداء ديالي بغيت يوصل للمسؤولين على الأقل يعاودوا لي إعادة الملف، لأنني أنا ما تل الأستاذ اللي كان خادم استئناف ما كنعرفوش، وماشي انا اللي درتو، انا هي كنسيني وما عارفاش اش كندير. الايه تيقول لك القانون لا يحمي المغفل، ولكن على الاقل يعاودوا لي غير الملف. انا عندي وثائقي حتى انا يتصنطوا ليا، حتى انا نمشي ونحضر وندير الوثائق ديالي ونمشي للمحكمه وتشوف وتصنط ليا وتشوف الوثائق. حتى انا ما لقاتهمش ريقل ولا ما لقات شي حاجه ماشي هذيك، العيب والعار لا، ولكن باش تجي وتنفذ عليا هكا وما ما حضرت ما تنطر ليا المحكمة تخرجوا من الزنقة. دابا معاك هذاك المحامي اللي مثلا خاص بالتنفيذ، يعني ولكن الملك اللي كيمكن يدير التنفيذ، وتشوفي المحامي الا بغى يدخل معاك عنده وديروا صعوبه ديال التنفيذ، شوفي الملف ديالك واش فيه هذوك الوثائق اللي كيبروا بانه راه هادشي كاين وداك الشيء كله، حيت يقدر يكون ما دفع لكش دوك الوثائق كاملين. دابا تيقول لك ولو تمشي عند وكيل الملك، حيت الحكم الاستئنافي ما كيتنفذ.
لا داروا كما قلت لك انا صعوبه التنفيذ، صعوبه ديالو ها علاش؟ حيت انت عندك واحد العسر ديال واحد الرزيق عاطيه لواحد السيد عقد سلف مقابل كون انه مثلا انك تسكني في ديك الدار، حيت عندك في العقد ما كتخلصي لا كرا لديك الدار لا حتى شي حاجه، دايره هذاك العقد ديال سلف مقابله كتسكني في ديك الدار وسالات المده ديالو، يمكن هو ديك الساعه يشوف لك فلوسك وكيفاش، وديك الساعات يمكن هذه كاين صعوبه وكاين عسر، يعني سيد واك الملك يمكن يعني ما عرفش يمكن ياخذ بهذا الامر هذا، يمكن تشوفي يمكن هو يقدر يمت معك في هذه المساله، حيت المحامي هو اللي يقدر يقول لك هذا الشيء، هذا تقدري تجلسي معاه هو ادرى. عرفت باقي من ديرها داير وقف معايا لالا، ما هو هذا الشيء اللي دار لي ما دي وليداتك عنده كاع الا اقتضى الحال، احكي لي الظروف دي وليدات راه هو عارف الظروف وديتهم عنده حكيت. شكون شكون هذا الاستاذ؟ لا انا وكيل الملك، انا كنقول وكيل الملك باقي ما مشيتش عنده. شوف عنده، انا عندي وليداتي مسكناهم هنا في الدار عند هذا السيد هذه مده، هالعقد الاول كان هالمده ديالو 10 المليون، قال لي زيدي 4 ويمكن ان شاء الله تعجبك الدار كذا، ممكن انه هذا تنصلوا اني كاين هو دابا، ولكن المشكل تيبقى في السجن، ولكن كيف ما كان الحال يدار لك صعوبه ديال التنفيذ باش ما تخرجش، حتى يمكن يخرج هو ويجيب لك رزقك ولا يتحجز له على شي حاجه اللي عنده، ياك هو عنده ياك هو بديالو، ياك لالا قلتي لي حاجزي لي على شي صيدليه ديالو ولا ما عرف شنو، حاجزي لي ولكن باقي حتى انت دي نصيبك من داكشي، ولكن باقي الناس كيتسالوا. وانا دابا المشكله هما انا المشكل ديالي داخلين فيهم بثلاثه. شكون هو؟ انا ماشي غير هذا اللي مكاتب معايا، راه المشكل اللي مكاتب معايا وداك الاخته اللي فسخت الوكاله وداك اللي شرا. دابا انت ما عندك غرض بلا اللي شرا ولا اللي اختو كاع، في نهايه المطاف انت عندك الغرض معاه هو دابا اللي كاتب لي اللي مكاتبه انت وياه، متعاقده انت وياه، حيت الاخرين ما عندك عليهم حتى حجه.